عن الطريقة المثالية لإيصال المعلومة، لأن كلها راح تكون مقاربات، لأنه إحنا كليتنا ما مفكرين بها، إحنا عبالنا أنه مجرد امتلاك المعلومة كافي لأنه أنت تحكي. ويجوز هساني من دا أحكي أكو ناس في داخلها تقول لا مو شرط، بالعكس إحنا لازم نهتم بالطريقة اللي نحكي بها. هو يقول لازم نهتم فعلا كعنوان عام، بس بالتفاصيل ما يعرف شلون لازم يهتم. ومن يريد يفوت ويفكر هو شلون لازم يهتم، راح يبدي يحصل على مقاربات الصوت، الوقفة، شو وقت أسكت شو وقت أحكي، وهاي كلها عبارة عن فراغ أو هواء مقابل الطريقة الحقيقية اللي شلون أنت تعرف بيها توصل معلومة. الأداة يعني شنو؟ استخدام العبارات. كل واحد عايش بمنطقة وعايش ببيئة معينة وعائلته تستخدم في العبارات معينة، واللغة العربية الفصحى كلنا بعيدين عنها تقريبا في أكثر تعاملاتنا. فاليوم أنا إذا عندي طرح معين راح أستخدم مفردات أنتوا تعرفوها كمفردة، بس من تربط بالمفردة الثانية والثالثة والوراها وتصير جملة، لربما أنا أقصد شيء وأنتوا تفهمون شيء ثاني. فالبناء يبدي غلط. مع العلم هو المادة نفسها، بس لأنه أنا قدمت وأخرت بالمفردات لا إراديا، واحدة من خصائص الدماغ مو العقل إلها علاقة بترتيب البيانات من المتلقي لا إراديا بدون ما يتدخل العقل، متعلمة على نمط سابق. وبعد ما تكمل هاي المدخلات وتترتب داخل الدماغ يبدي الإنسان يكون الصورة عن ما استلمه من مادة. ولا زال هذا وحده ما مشارك بها لا الأستاذ ولا أي واحد، كل هاي بأجزاء من الثانية. بعد ما تتكون الصورة راح يصير من المستحيل أن تنمسح من الدماغ، ولكن من الممكن أن تعدل هذه الصورة. فالخطورة هي عدم إمكانية المسح. ليش؟ لأنه أي دورة ثانية أو أي تطوير ثاني أو أي محاضرة ثانية، أي مجال تفوت به راح يبقى جزء من الصورة السابقة المخزون حتى لو كانت غلط مؤثر في الطروحات المستقبلية. وهو هذا اللي يخلي أكو اختلاف بيناتنا بشخصيات، ولا كان طلع بشر متطابقين. فأني هسه المفروض دوري شنو أعرف إذا كنت أنا مهتم في أن أكون مميز أو مدرب محترف أو أستاذ ناجح؟ شنية الآليات اللي أوصل بها المادة بحيث المراد اللي أنا أريده في داخلي يوصل إلى الطلاب؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين الاحتماليات، يعني شنو؟ يعني أنا أخلي احتمال من أشرح للطلاب أنه أنا دا أشرح غلط، لو ما أخلي احتمال، لو دائما أقول أنا حشرح صحيح. زين شلون يصير سلوك الإنسان إذا استشعر أكو احتمال أنه هو دا يشرح غلط؟ شي يسوي؟ شنو الرياكشن اللي المفروض تاخذه؟ صح. انت عندك شك، لانه باوع لو انت متاكد انه عندك غلط اصلا تعدل او تشتغل. بس احنا يوميا نطلع للناس مثلا كمدرسين ونحكي بالماده نفسها اللي احنا دارسيها قبل، وما عندنا اي احتماليه انه اكو خطا بالماده. على ابسط التقديرات هي الماده الاكاديميه البحته، خلينا نقول اللي منقوله من مصادر موثوقه سابقا، ولكنه هي جمله هي متغيره بالتغير التطور التقني، مثل ما كان قانون نيوتن مستحيل يقبل نظريه اينشتاين وبعدين انجبر أن يقبلها. ففي وقته قبل ما ينجبر أنه يقبل العلم القوانين اللي جا بها أينشتاين، قبل ما ينجبر كان لا يمكن أنه اللي استاذ الواقف ويحكي بنظرية نيوتن يكون عنده شك أنه غلطان، لا يمكن. فلهذا كانت اندفاعات النفس للأستاذ من يتكلم ويا الطلاب اندفاعات نابعة من قناعة أنه المادة اللي موجودة داخله صحيحة. فشي يتغير إذا كانت هذه الأحاسيس بأنه المادة صحيحة؟ الأسلوب يتغير بالطرح، طريقة استخدام المفردة تتغير، رد الفعل من الأسئلة والطلاب يتغير. ليش؟ لأنه مبني على أساس أنه المادة صحيحة. بينما لو نفس الأستاذ وبنفس القدرات استشعر للحظة أنه المادة ممكن أن يكون بها خطأ، تتغير كل هذه المعطيات، يتغير أسلوبه ويتغير وقفته وطريقة كلامه، فشلون يسترجع. هذه سلوك لا إرادي للنفس. كل المادة اللي موجودة اليوم بالمحيط مالتنا اللي لها علاقة بتدريب المتدربين هي مادة تقريبا مستهلكة من أكثر من 25 سنة، مأساة هذه. وكل ما راح تشوفون أي دورة لها علاقة بتدريب المدربين في العراق كله ولا ربما في الوطن العربي راح تشوفون نفس الماتيريال تنعاد، وما راح تلقون أي واحد مسوي تعديل عليها ولا حاب أن يطرح فكرة جديدة لأنه حيتواجه. وباقين احنا نمشي بالموجة كيرف داون، باقين يعني إذا أكو دورات تدريب مدربين صار لها سنين، ليش المجموع العام للمدربين ركيك؟ ليش المجموع العام للمتدربين ضعيف؟ ليش؟ مثال بسيط على السريع، دورة مع المايكروسوفت أوفيس أكسل وورد وباوربوينت وأوتلوك وكل التولز اللي لها مايكروسوفت
ثلاث اشهر نطوها لاكاديميين خريجين جامعات في واحده من الشركات المرموقه، والماده كلش هوايه. سووا لهم اختبار قبل الدوره وبعد الدوره، نسبه الناس اللي استفادوا من الدوره من عدد الطلاب الحضور الكلي 2%. عادوا الدوره ثلاث اشهر ثانيه 2% نسبه الحضور. فانا جيت اتدخلت بهذا المكان، اريد اشوف هل الماده بها مشكله بحيث 98% ما يعدون دورهم؟ لو الاستاذ بي مشكله ما يفتهم؟ لو عقل الطالب بي مشكله؟ شو ترجح؟ شو ترجحون؟ ومن خلال طريقتي لطرح المثال اجبرت اكثركم ان يقول لي طريقه الطرح هي المشكله. لعد ايش قد الدماغ ممكن ان يتلاعب به. فالغايه من هذا الكلام شنو هو؟ انه احنا لا يبقى للاخير يشك. شوكت ما يجزم انه وصل المرحلة الماكسيمم يعني وقع بالفخ صار غلط. فاللي ارجوه من عندكم اليوم تفهمون انه انت من جاي هيك دوره اعتبرها انحراف، نقله، منعطف، اي شيء تسميه خارج نطاق النمط الطبيعي اللي انت بيه. هاي الدوره او غيرها، شو وقت ما تحضر اي دوره سواء كان مدرب زين او مو زين، ماده زينه او مو زينه، ما طول ترتبت احداث الوجود بطريقه معينه انه انت تحضر خلاف النمط اليومي يعني هناك منعطف. هيك افتهموها. هذا المنعطف كل واحد هو حسب قابليته شلون يستقبله. اكو من يهتم به ويركز عليه وفعلا يغير حياته، واكو يعبر مرور الكرام ويعتبر عليه نقطه سلبيه. فالفائده ايضا هسه شنو حتى اختصرها، الفائده من دوره تدريب المدربين هي ايصال فكره انه الادوات اهم من الماده. يعني انت شلون يكون عندك اداه لا تظلم نفسك والماده اللي عندك وتحاكي، يعني هسه رديتوا علي وقلتوا طريقه الايصال استبعدت احتماليه وجود خلل في عقل المتدرب؟ لو موجوده احتماليه، احتماليه وجود خلل في التلقي موجوده، احتماليه الماده تكون مو صحيحه موجوده، واحتماليه كفاءه المدرب انه تكون مو صحيحه موجوده، واحتماليه طريقه النغ... طيب شلون انت تسوي مفاضله بين ذني الاربعه حتى تعرف ايش تسوي بعدين؟ ولا فئه ولا مجموعه ولا منظمه ولا اي ناس مسؤولين قدروا يوقفون على هذه انه يسوي مفاضله ويسوي تغيير معين بوحده من ذني الاربعه حتى يصعد الكيرف. فجيت سويت المتابعه اكتشفت انه الخلل في طريقه الكلام، يعني طريقه الطرح. يعني شنو؟ ببساطه احنا ما يهمنا نفرق بين المصطلحات اللي نمتلكها احنا كادوات للتلقي وبين المعلومات اللي ناخذها. يعني شلون؟ يعني اليوم انا اسالكم، اذا الانسان يكتسب معلومه جديده منو مسؤول عن حفظ هاي المعلومه؟ الدماغ لو العقل لو المخ؟ انا كلامي دقيق جدا، يعني من اقول من مسؤول عن الحفظ لازم سيف مو غير شيء. كافي، انا ما طول صارت الاجابات ثلاثه يعني اكو مشكله. لانه لو اكو شيء بديهي احكي مثلا اقول لكم هسه الدنيا ليل لو صبح؟ ما حد حيقول ليل، اذا هذا موضوع ستاندر. بما انه اختلفت الاجوبه يعني شنو؟ يعني اكو مشكله. يعني الناس ما قاعد تفتهم. ماكو اتفاق على الموضوع. ولا يهمنا اصلا نفتهم انه فعلا المعلومه، زين شو استفاد اذا عرفت هي مخزونه بالدماغ لو بالمخ لو بالعقل؟ شنو الفائده؟ شو استفاد انا اذا عرفت المعلومه الانفورميشن زين اللي اخذها مثلا هسه اقول جذر 4 يساوي 2 مثلا انفورميشن هذه تنخزن يا اما بالدماغ هسه اقول لكم وين او بالمخ او بالعقل. شنو الفائده انه اعرف مكان خزنها؟ اخواني مجرد خزنتها كافي، بدي اتعامل وياها وادرس بيها، ليش؟ اريد اعرف مكانها. هسه السؤال المطروح، شنو الفائده انه انا اعرف وين خزنت هاي؟ كارثه الموضوع كلها هنا. لانه انا عدم اهتمامي بفهمي لآليات الخزن اللي عندي والاسترجاع والذاكره وطريقه تعاملي المعلومه تخليني امشي بعشوائيه ما اعرف شلون اصلح، ما اندلها. اذا اريد اغير مفهوم ما اعرف وين اروح. وظيفه الدماغ تختلف تماما عن وظيفه العقل. فالمدرب اللي ما عنده قابليه انه يعرف الفرق بين ذني الوظيفتين شلون راح يعرف يوصل الماده للطالب؟ لانه احتمال كبير عقل الطالب بمشكله والطالب اللي بصفه دماغه بمشكله، فيصير يعطيهم نفس الطرح، واحد يستقبلها بمشكله عقليه وواحد يستقبلها بمشكله دماغيه، ويطلع هيك يروح للبيت هاي يقول والله انطيت المحاضره باكثر جوده ممكن ان واحد ينطيها بس هم الطلاب ما يفهمون. ما تكن الطالب قبل فتره واضح هسه؟ يعني شويه تحملوني لانه الوقت قليل زين، واني يعني من اجيب دوره بيها اساتذه يفرق عندي الطرح، من اجيب طلاب براحتي يعني لانه طلاب بعد مسيرتهم طويله، بس من يصير اكو مسؤوليه لاي شخص ممكن يتعامل ويا الناس هنا لا صارت امانه كبيره وخطوره. فهسه الفكره شنو هي؟ انه انتم كل واحد من عندكم يحتاج ان يكون عنده سلاح في عمليات التواصل مع الباقين سواء في هذا المجتمع او يعني مستوى التدريب او المجتمع العام بشكل عام.
انتم صاحبين مسؤوليه. الاصلاح هو شنو؟ طريقه التعليم والتدريس، مو التعليم نفسه والتدريس. معلومه لا تكفي، الطريقه، وبيها اكثر من محور، بحر كبير. هو الفكره شنو؟ احنا كبشر نعتبر ماتيريالز، يعني مثل الجهاز، اي جهاز، اي ديفايس بهوايه ممكن تتعامل وياه كانبوت اوتبوت بروسيسنج. اقرب مثال ان الحاسبه حتى نقربها، فاذا ما عرفت التفاصيل مال هذا الجهاز انت مستحيل حتقدر تتعامل وياه بشكل صحيح. الكارثه وين؟ ان احنا نهتم بمعرفه كل تفاصيل الاجهزه من حولنا، من ضمنهم البشر عدا انفسنا. شوفوا انتم سووا كيرف مراجعه لكل التاريخ اللي تشتغلون به على حياتكم اليوميه، وشوفوا ايش قد اكو اهتمامات للناس الباقين. يعني حتى انت شلون تقدر توصل لهم، انت شلون تقدر تخدمهم، شلون تقدر تتعامل وياهم، هذا تحبه هذا تكرهه. بس اني منو؟ من يقول اني دا اشتغل صحيح؟ من يقول دا احكي صحيح؟ فهي هاي الفكره. انا اليوم اذا ما اسوي خلينا نقول صدمه في موضوع التدريب، راح يبقى الوضع هو منا الأربعين سنه نفسه، ناس تحكي وناس تسمع، الاف الدورات الاف الورش، الناتج اكو؟ ماكو. ورا يوم واحد من اي دوره يحضرها اي شخص مهما كانت شهادته وكانه ما حضرها، لا يوجد عليه تاثير باليوم الثاني في بيئته. ليش؟ لعد شكو جيت؟ ماكو اي تغيير، ولا بطريقه الكلام، ولا بتردد الصوت، ولا بحركات ايده، ولا بنوع، حتى لا يرجع خطوه، ولا يتقدم، ولا يجيب اوراق يحضر، ولا يرجع يسال الاستاذ، ولا يتواصل وياه. ماكو اي تاثير، مجرد يوم عبر يصير. وخلونا اليوم شويه نطلع من هذا الاطار، راح نسوي ميكس بين محتوى الدوره وبين اللي انتم المفروض تحتاجون تسمعوه هذا المنعطف اليوم. ابداع خلق رب العالمين للانسان يفوق الخيال. احنا ما نعرف بس الخطوط السطحيه الفوق، بس من نفوت نفتهم. ما اعرف انا اختصاصاتكم اكيد مختلفه، اقرب واحد حيفتهم هذا الكلام اللي متعامل ويا الداتا كبيانات 01، متعامل ويا الانفورميشن سيجنالز بالكوميونيكيشنز او باي مكان ثاني حتى اقدر اقرب الفكره. الدماغ، تعرفون شنو الفرق بين المجرد والمشخص؟ هاي المصطلحات سامعين بها قبل. المجرد هو اللي ما تقدر تلزمه بيدك تتفاعل وياه في عالم المادة، والمشخص اللي هو تقدر تلزمه وتتعامل وياه. فأنا ليش قلت حتى أعرف أنه الدماغ هو مشخص؟ يعني أنا يوم من أشرح إنسان أقدر أشوف الدماغ صح؟ وأقدر أشوف المخ، بس ما أقدر أشوف العقل. وين العقل؟ وينه؟ اي هو مجرد، وينه؟ الحاسبه، يعني هي شلون البرامج؟ ما نقدر نلمسها. بس انت قلتي بالحاسبه، طيتي مكان. العقل وين؟ بالروح؟ مو مشكله نقبل، بس هو مو صحيح، بس ما يخالف، يعني تغير النمط اوكي. شبعان المجتمع بطروحات قاصره، ليش؟ لانه كل واحد يتبنى طرح مالته، يستعجل قبل ما يكمل، هو قبل ما يكمل البحث وقبل ما يكمل المعرفه الكامله بالبحث، من شاف مستوى الناس متدني طلع انت طرح. انا يعني ما عندي مشكله، واي واحد منكم يوصل لهيك مرحله يعني يطلع اوكي، بس لا يبقى واقف يعني ورا سنتين يرجع يراجع. مو من الخمسينات نفس الطروحات باقيه احنا 2023، يعني معقوله المفروض كل خمس سنوات؟ ليش المفروض كل خمس سنوات يصير عدد دراسه للطروحات؟ ليش؟ لانه قبل خمس سنوات ما كان هذا الجهاز، المواصفات هذه ما كانت موجوده قبل خمس سنوات صح؟ فلهذا بما انه هي تغيرت معناته كل الطروحات كلها لازم تتغير. هذا التطور التقني هو يحكم التطور الاجتماعي، مو التطور الاجتماعي يحكم التطور التقني. فاحنا نتطور تقنيا ونرجع، هم واقفين، نرجع اجتماعيا. فالدماغ هو المسؤول عن الخزن، هو الماد، هو الالي، هو الاداه او الجهاز، افضل كتسميه، هو الجهاز اللي موجود بجسم الانسان فيزيائيا، مسؤول عن خزن البيانات. التعريف دقيق، مسؤول عن خزن البيانات. كل الخلايا اللي موجوده بالدماغ لها علاقه بخزن البيانات والنقل بيناتهن، تنقل يعني الوايرات والخلايا الخزنيه. تحملوا لي الاخير حتى يصير عندكم ربط اوكي. المخ هو عباره عن البروسيسنج، هو الجهاز اللي يسيطر عن تنقلات البيانات وترتيبها، وايضا هو مشخص وموجود داخل جسد الانسان. العقل هو القرار اللي يجي للمخ حتى ينقل هاي منا لهنا لو منا له. فاذا ماكو العقل، المخ والدماغ يشتغلون بالبايوز، بالديفولت فاليو. البايوز سامعين بي؟
منو حاسبات؟ بايوز؟ الإنسان؟ الإنسان عنده بايوز؟ من ينولد؟ حتى يتعرف، حتى من نحط سيدي التعريف مال ويندوز يقرار، تمام؟ فبالدماغ والمخ، نعم؟ البايوز يتحدث لو لا؟ بعد انت تفتهم المراد. يا ريت احنا ما نندل شلون، ما نندل شلون نحدث البايوز، هو المشكله كلها بي. فالعقل اذا ماكو ما عنده امكانيه اخذ قرار، يرجع القرار لمن؟ للديفولت فاليو اللي مبرمج عليها الدماغ والمخ. مثل الطفل اللي هو عمره يومين يبكي اذا جوعان، هو ما عنده قرار عقلي انه يقول له يلا روح ابكي لين انت جوعان، هو اوتوماتيكيا يبكي لانه جوعان. والدماغ والمخ الهن عمر، والعقل الى عمر، والانسان الى عمر، كل واحد عمر شكل. فاذا صار تفاوت بين عمر الانسان الجسدي بما يتضمنه مخه ودماغه مع عمر العقل، اصبح هنالك مشكله عند هذا الانسان في التلقي والالقاء. ما حد يقدر يقول لي، ما حد سالني الفرق موجب لو سالب يفرق؟ اذا صار صعب شوي خلينا ننزل. اذا صار فرق مو بالله سمعت اشتري خلي ارجع لك. اذا صار فرق بين عمر العقل وبين عمر الدماغ والمخ، يصبح من الصعب على الانسان ان يعرف شلون يتلقى المعلومه وشلون يلقي المعلومه. بس هذا الفرق موجب له سالب، يعني ياهو الاعلى يفرق لو ما يفرق. اذا كان الدماغ عمره اكبر من عمر العقل اكفت كيس هتستعجلي، واذا كان العقل بس اثبت لك اصلا هي النسبيه الحل الوحيد لكل اللي حكي بدحش. يعني النسبيه اذا كان الفرق خلينا نقول موجب، يعني العقل عمره اكبر من الدماغ اكو فت كيس، واذا كان الفرق سالب يعني الدماغ والمخ عمرهن اكبر من العقل هم اكو فت كيس. احنا اذا نريد نكون دقيقين لازم نعرف شلون نتعامل ويا هالكيسات، ما ننطي افضليه، ما نقول اللي عقله اكبر من عمره صح، ولا نقول الدماغ اكبر من عقله صح. لازم نعرف بالضبط كل كيس وين ترهم وشلون نتعامل وياه. خلاص كل واحد نعطيه مكانه، انت عقلك اكبر من عمرك تعال هنا، انت دماغك اكبر تعال هنا، هذا الترتيب اللي نحتاجه. فياخذ كل واحد مكانه فتمشي الشبكه صحيح. احنا هسه بدنا نتعرف ذني الفروقات بيناتهم شنو، اللي هو الناتج الاخير لازم نعرف شلون نرتب الناس على هذا الاساس. مش قد اكو عندنا جاب كلش كبيره الجاب، تمام؟ اذا انت اليوم تريد تسوق سياره، قرار حركه السياره بيد من؟ بيد الانسان اللي سايق. كل شيء عدا السايق، محرك، بنزين، بطاريه، الستيرن، كلها جسم السياره كلها موجودات فيزيائية مشخصة لا يمكن أن تتحرك وحدها ولا تروح لأي مكان، تمام؟ فممكن السائق يستخدمها بشكل سيء ويروح يدعمها، وممكن يستخدمها بشكل طبيعي وتبقى عنده. كذلك أنت هذا جسمك كليته ونفسك وروحك كلهن، أنت تقدر تستخدمها صحيح وتقدر تستخدمها لا. على شنو يعتمد؟ احنا قلنا على أكو طرح يقول على مقدار المعلومات اللي تلقاها الإنسان، وهو هذا كانوا يشتغلون به سابقا وأثبت فشله، لأنه بعد اكتشاف وبحث لقيت انه كل ما زادت المعلومات في عقل الانسان ودماغه ومخه في هاي المنظومه كلها، كل ما زادت المعلومات بدون اليات صحيحه يصير تاثير الانسان أسوأ من الجاهل. اكو اعتراض؟ هذا ما يمنع، شوفي مكان الذاكره داخل الدماغ والمشاعر وين والذوق وين، هذه نيكست تجي. ليش؟ لانه انا اذا عرفت انه الدماغ مسؤول عن الخزن بعدين راح اوتوماتيكيا ابرمج ذني وحده وحده. فهمت شلون؟ يعني الخطوره بانه انا اعرف وظيفه الدماغ قبل ما اعرف مكانات المشاعر وين. وظيفته اعرفها اول شيء، هو شيء يسوي. وهو ممكن هسه انت جهاز كامل هذا بي، انتم تعرفون هذا كم نقطه اكو هنا صغيره حسب الريزوليوشن مال الشاشه؟ مرات من تسوون سيتنج ويصير 1080 في 1080 او يصير 1933 في او 800 في 600. فالماكسيمم هي عدد النقاط اللي موجوده، اذا جبنا مكبر راح نشوفهن. انا اذا جيت قطعت الواير التلفزيون يطفى. فيصير اقول انه هذا الواير هو التلفزيون. فاذا ضربت الانسان هنا والدماغ يطفى مو شرط، يعني جزء ضربت الواير. فهمتي شلون؟ فالدماغ هسه وظيفته الخزن، المخ وظيفته معادلات، والعقل هو اللي ياخذ القرار على ما موجود من شنو؟ حتى نكون دقيقين باللفظ. على شنو يعتمد العقل باخذ القرار؟ على حكي نفس الحكي ناس، على معلومات. الكلمة تفرق والله، معطيات تفرق عن معلومات. القرار يعتمد عليه العقل بالمعلومات اللي موجودة مخزونة وين؟ بالدماغ. فإذا كانت المعلومات جيدة
تمام ومخزونة في مكانها الصحيح والعقل يريد يعتمد عليه حتى يأخذ قرار، أنتوا بديهيا إيش حتقولوا لي؟ القرار حيطلع صحيح. من يعيقنا ممكن؟ المخ، يعني ما عنده المعادلة، يعني بيانات صحيحة ومكانها صحيح ومخزونة بكواليتي عالي بس معادلة ماكو، فالقرار اللي يجي من العقل حيطلع غلط بالرغم من أنه البيانات شنو صحيحة. إذا إيش حنحتاج؟ حنحتاج آليات تطوير جودة خزن البيانات بالدماغ، ونحتاج آليات تطوير معادلات التعامل مع هاي البيانات بالمخ. فبسرعة وبشكل بسيط اللي يزيد جودة خزن البيانات بالدماغ هي نوعية المعلومة. يعني أنت تأخذ معلومات تاريخ، تأخذ معلومات جغرافيا، تأخذ فيزياء، تأخذ كيمياء، هاي نوعية المعلومة، علم اجتماع، اقتصاد، شعر، هاي نوعية المعلومة لها علاقة بشنو؟ جودة الخزن دماغ. كل ما كان هنالك عندك معلومات كثيرة بكثير من المحاور، انت صار عندك قوة في عملية اخذ القرار لانه انت تستند على بيانات صحيحة. تمام؟ طيب شنو اللي يزيد قوة المعادلات؟ هذا الكلام الجديد هسه ما حد يقول بالكتب. شنو اللي يزيد قوة المعادلات؟ لازم تقولي تدريب على شنو؟ يعني انا مو قلت كيمياء وفيزياء ورياضيات هي المعلومات اللي تطور الدماغ، شنو الماتيريالز اللي تزيد قوة المخ المعادلات؟ البراكتس يحتاج المعادلات، مو هو يبنيها، مو البراكتس اثر نهائي. يعني انا حتى اتدرب انه ارسم لازم عندي معادلات بداخلي انه تعرف شلون الزم القلم، شلون استخدم الالوان، شنو اللي ممكن يطور جوده معادلات المخ للتحكم بالبيانات بالدماغ، شنو نوعيه الماتيريالز اللي ممكن اني اتلقاها تزيد قوة المعادلة مو قوة المعلومة. أنا هجاوبكم بس أنا أحب شوية الدماغ يشتغل قبل ما أجاوب. المنطق، اللوجيك. اللوجيك هو مو information، لا information، اللوجيك مو information، مو information. اللوجيك اللي موجود، وإذا واحد يقدر يعطيني مثال قبل ما أنا أعطي مثال، شنو اللوجيك وشفتها من عندي؟ شنو اللوجيك؟ استخدام البيانات منطقيا بحيث إنه من تخرج بصورة صحيحة. طيب هي شنو اللي أنت تقدر تدخله لمنظومتك تقول أنا هسه تعلمت لوجيك؟ شنو إيش تدرس؟ هي هنا اللعبة. اللوجيك هو شنو؟ if then or and jump still، هذا اللوجيك. اللوجيك وين موجود عندنا اليوم؟ بالمواد اللي موجودة بالوسط اللي احنا بيه، موجودة بالفيزياء. وين موجود اللوجيك؟ وين؟ رقم واحد اللوجيك موجود بالرياضيات صحيح. بعد خلينا نقول شي نقرأ، حاسبات صحيح، لا حاسبات ورياضيات بها لوجيك. وبعد اكو شي البازلز اللي ممكن ان تستخدم بالرياضيات، ممكن تستخدم بكل علوم الاجتماع. أي شيء إلى علاقة بالبازلز هو يطور خلايا المخ أن تكون عندها لوجيك أعلى، تستخدم الانفورميشن الموجودة بالدماغ أكثر. وتعالوا هسه إحنا نسوي مراجعة ونشوف إحنا إيش قدم سوين تريننج على نفسنا باللوجيك. أكو ناس أعمارهم كلش تصير كبيرة ولا مرة مجرب أنه يسوي تريننج للوجيك، لأنه ما يتوقع أنه مفيد، لأنه ماكو طرح يقول له إذا تتعلم لوجيك هتعرف شلون تتحرك بمرونة بين البيانات الموجودة بالدماغ. أنا عندي محاضرة كاملة بس على المرونة، شلون أكو مرونة؟ يقولوا له، يقول لي أنا أقرأ أنسى، يجون الطلاب أستاذ أنا أقرأ أنسى، والأخ يقول لي أنا المعلومة ببالي ورا دقيقة تروح، زين شلون أتذكر؟ شلون ما أنسى كذا؟ شلون أربط؟ مرونة غير، إذا العقل يابس ما تمشي الوايرات، ما تمشي بأبسط تعبير، وإذا مرن تروح براحتها. فالمرونة تجي شنو؟ من تدريب الدماغ على نوعية بيانات معينة وتدريب المخ على اللوجيك. فكل ما انت تتعرض لبازلز اكثر، الرقم المفقود، الكلمه المفقوده، الشكل المطابق، هذني ما كل احنا نعتبرها مرات تسليه، هي مو تسليه، هي بناء قاعده لتاثير مستقبلي على معادلات حتستخدمها انت بحياتك العاديه بقراراتك الطبيعيه الاجتماعيه. طالب انت قاعد تدرسه وفاجئك بسؤال غير متوقع، تحتاج انفورميشن حتى ترد عليه، لو تحتاج لوجيك اثنينهم. شوف بعدنا لازلنا بنفس النمط، مين انت تحتاج؟
هو اذا ما عنده انفورميشن شلون يقدر يجاوب؟ ايش جابه اصلا استاذ اذا ما عنده انفورميشن؟ لا هو مثل تسال سؤال ما عرف يجاوب، هو اصلا ما عنده انفورميشن. في لا مو هو انفورميشن، الجواب يعني يكون يغطي ما لم يعرفه. تقدر انت يعني شلون تقول له مثلا انا ما اعرف، لو تقول له بعدين اجاوبك، لو تقول له انا وياك حنروح نشتري، ما ينطي اجابه غلط، بس شلون يعالج الموقف؟ ايش قد اكو اجوبه؟ هسه الست قالت هنا اروح ابحث صح؟ اكو لاحق يقول لك اني هذا مو اختصاصي، هذا مو شغلتي. ترى واخذ الجواب من عندهم. ايش قد اكو احتمالات؟ فهنا انت لازم تعرف تبني هاي القاعده، ليش؟ لانه تاريخ هذا الطالب كل احتمال يعتمد على هاللحظه. من اخطر شيء موجود عندنا بالوجود انه شخصيه الانسان وقراراته بالمستقبل تعتمد على لحظه واحده ممكن يعيشها. وكل البناء يصير على هاي اللحظه. بس تشوفون اكو مرات واحد بالمراحل الابتدائيه يصير عنده رياكشن سلبي، حياته كلها ما يقدر يقرا. واحد اول يوم بالجامعه صار عنده موقف، الجامعه كلها كرهها. اربع سنين ما ادري شلون طلع منه. فاحنا مسؤولين احنا عن تدريب، مسؤولين عن تدريس الطلاب، فبرقبتي صارت الذمه هذه. ما اقدر انطي رياكشن على مود اني اطلع نفسي صحيح بس اثر على مستقبله كله. فلازم اقوي شنو؟ بهذه المسؤوليه، القاعده العلميه اللي عندي والقاعده المنطقيه. القاعدة المعرفية بعدها سجاين. فالمدرب الشاطر لازم يمتلك أدوات صحيحة، النجار الشاطر لازم يمتلك أدوات صحيحة. شنو هي أدوات النجار الشاطر؟ يلا عادي قولوا. خلينا نشوفها، تعرفوها؟ لا منشار، مسمار، بعد مطرقة، خشب الجيد، هاي كلها أدوات النجار. حداد الشاطر لازم تكون ادواته زينه، ماكينه اللحيم، الحديد اللي يستخدمه، البراغي. المدرس الشاطر شنو ادواته؟ معلومات. هي هنا الكارثه كلها. من يتوقع هسه حكيتها بالبدايه يعني. يعني هي صحيح الجواب بس انا اريد افوت اكثر حتى يفهمون الباقين. يعني شنو ادواته؟ مو انت قلت لي قدره، انا ما اقدر الزم القدره هاي. راحتك. يعني الشاكوش مالته شنو؟ والمنشار مالته شنو؟ شنو المنشار مال المدرس؟ ما من تقول لي الطريقه انا شفتهم، يعني حركه ايده شان مو المعلومه هي يعني المعلومه انه انت قلتي منشار، من قلت نجار هاي معلومه صح؟ حول الماده يقدر يوصل وصايا راح يدرس. انا قلت بلكي واحد يعطيني فد كلمه. انا ايش احكي لكم هسه بيا لغه؟ لا لغتي عربي عراقي، لهجه عراقيه صح؟ انا هسه لو انتم قاعدين واني ما اعرف احكي عربي بس انجليزي، واعيد كل هذا الكلام بالانجليزي، اختلفت الصورة عندكم تماما. فواحدة من أهم وأخطر الأدوات اللي ممكن أن تعالج بها التدريب أو التدريس هي اللغة. اللغة هي أداة المعرفة وأداة العلم. فأني إذا أجي ما أعرف أستخدم المصطلح وأجي أخبط، لما أقصد الخزن أجيب العقل، ولما أقصد القرار أجيب العقل، ولما أقصد المعادلات أجيب العقل، المتلقي حيفتهم. من يتعرض إلى موقف بالمستقبل يحتاج معادلات يجيب العقل بباله، ومن يتعرض الى موقف يحتاج بيانات يجيب العقل بباله، ومن يحتاج الى وكلها راح تلاس عنده فما يعرف ياخذ قرار. فاذا اني اسات استخدام الاداه كلغه حتى اوصل المعلومه لمن؟ للمتدرب. فاذا اكون اني دقيق بالتفريق بين المصطلحات وما تعنيه، ولا شكو حاطين هم؟ ليش حاطين عقل ومخ ودماغ؟ ليش؟ خوي خلوها كلها تكون كلمه واحده. فاذا كل واحده تعني شكل، واني لازم اعنيها واقصدها واعرف ايش وقت اتعامل وياهم، واعرف لما تكون الادمغه جاهزه والعقول غير جاهزه شحكي، ولما تكون العقول جاهزه والادمغه غير جاهزه شحكي. هيك ينبني الانسان صحيح. هيك المفروض يكون المدرب مسؤول، مو فقط اني اجي اقلب مفهوم التدريب واهدافه. يمكن اللي ورا ما حيشوفوها، شاشه صغيره. هو الاداه الاساسيه لتطوير القدرات والتاهيل واشغال المناصب والادوار الوظيفيه. حكي هو صحيح، يعني التدريب هو الاداه الاساسيه لتطوير القدرات. وتروح هسه انت على اكبر استاذ وعنده تاريخ كامل من المحاضرات، فكروا بها على السريع، قول له شنو الفرق بين المهاره والقدره؟ شنو الفرق بين القدره والقابليه؟
كلها مقاربات، ما حد يقدر يعطيك جواب شافي. يعني انت عندك خبره في التدريس لو عندك مهاره في التدريس، اللي حيجاوب يقول لي ليش، شنو الفرق؟ المهاره ممكن ما الخبره تجي مع استمراريه العمل، بينما المهاره قد تكون مكتسبه. ممكن انت مباشره تكون عندك اول سنه تدرس مثلا وعندك المهاره، عندك اللغه، عندك الوسائل الايضاح، مو بالضروره انت صار لك. طيب بس لحظه فوتي وياي شويه، اليوم اعتبروه مختلف. فوتي وياي على كيف انت قلتي القدره تكون بالخبره والممارسه. الخبره تكون بالممارسه والتجارب، وبعدين قلتي المهاره مكتسبه. طيب الخبره مو مكتسبه بهاي التجارب؟ مكتسبة، بس انا اقصد المهارة قد تكون موجودة، لا مو اقصد مكتسبة، المهارة قد تكون موجودة على الشخص. هسه فرق الكلام بس بقى غلط بعده. لا هسه احنا بعدين اتفقنا، احنا اخوة. ما انت قلتي موجودة؟ ممكن موجودة من الولادة. ممكن، نعم. اذا المهارات، اذا المهارات موجودة من الولادة، تلاص الدنيا. يعني واحد عمره يوم تاخذيه تودي بغير بيئة، تودي بغير بيئة يبقى نفس مهارات، صح؟ اكو شخصيات على سبيل المثال، اكو شخصيات ممكن انت تصلح ان تكون تدريسي او مدرب، اي، واكو شخصية مهما دربت، صح؟ هاي بناء شخصية. هذا الكلام سليم، كلام سليم، ولكن ما له علاقة بانه هي موجودة ولا مكتسبة. مكتسبة كانت تغير، هو اصلا بالاكتساب صار هيك شيء، صار انه عنده مهاره انه يرهم ان يكون مدرس، مو من بطن امه مدرس، لانه نفسه اذا شلناه وديناه بافريقيا راحت العمليه. اكو عندي بحث اني شنو تاثير الجينات على المهارات. موجود تاثير، موجود بسيط، بس مو هي جايه وياه. زين الموهبه مو فالإنسان إذا هو ما يعرف يفرق بيناتهم، هو يعرف نفسه موهوب لو ماهر لو خبير. وأنت إذا تريد تروح تستشير واحد، تستشير واحد موهوب لو ماهر لو خبير، وش يفرق؟ غير حسب المادة اللي أنت دا تشتغل بها ودا تستشير بها. فلهذا شو أقول لكم أنا، هو يجي يعرف يقول التدريب هو الأداة الأساسية لتطوير القدرات. طيب ليش مو لتطوير المهارات؟ ليش مو لتطوير المواهب؟ صح ولا مش صح؟ صح، الموهبة كلها مكتسبة. واكو شيء مو مكتسب؟ قمة العدالة الإلهية انه يصير كل شيء مكتسب، بس تبقى الظروف والبيئة وين انت مولود، اهلك ايش يسوون، كلها تتحكم، وتبقى لك الفرص انه انت تتدخل وتغير. وهي هذا الاختلاف اللي يكون الوجود، احنا ما معترضين عليه، هو كله صحيح، بس انا اريد افهمه فقط حتى اعرف شلون ادرس. فاذا اليوم انا اذا اريد اتعامل ويا الطلاب حتى اطور مهاراتهم، لازم اتعامل وياهم بطريقة معينة. حتى اطور قدراتهم اتعامل وياهم بطريقه اخرى، حتى اطور مواهبهم اتعامل وياهم بطريقه مختلفه. هاي اذا كنت فعلا اني ناوي انه اطلع جيل من جوا ايدي ممكن ان يتاثر بالمستقبل ويعتبر شيء ايجابي اني سويت بالوجود. يعني فالانسان حتى مثلا اني القي فيتر مدارس ما عنده شهاده، بس ما عنده سياره ما تتصلح، بس من الممارسه صار سريع. بينما واحد اكاديمي هو يتاخر بالتصليح بس يصلح، صحيح يفرق بين مهاره هذا وبين خبره هذا. ممكن الخبرات تتطور وتصير مهارات، بس ماكو مهارة تبدي بالبداية، لازم اكو تسلسل. طبعا الخبرة كمعامل ممكن تعلي المهارات او تقللها، الموهبة ممكن تعلي المهارات او تقللها، هو كله يتعامل ويا طريقة تعاملك انت ويا الحياة. ايش قد تقضي وقت، ايش قد ممكن ان تفكر خارج الصندوق بالمسألة اللي انت تشتغل بها، لو تيجي تاخذ الباكج كله وتقدمه. انت شلون؟ يعني انا اذا ابقى مقيم هنا في هذه القاعة ما هستخدم هاي الشاشة ولا حرضى بهاي الإضاءة، فهمت شلون؟ بس اكو استاذ يبقى 50 سنة بنفس المكان وعنده صلاحيات ما يغير ورق، موضوع ثاني، تمام؟ سلوك الفرد يعتمد على يعني التدريب طبعا نصه هو سلوكيات، تعامل ويا الطلاب نصه سلوكيات، اذا مو 70-80% منه سلوكيات، يعني ما له علاقة بالمعلومات، صح؟ طريقة استخدامك للمعلومة هي أساسية بموضوع التدريب. طيب شلون تطورها هاي المهارة، خلينا نسميها شلون تطور مهارتك على أنه تعرف تستخدم المصطلحات الصحيحة والإيماءات الصحيحة والترددات الصوتية الصحيحة، بحيث أنت تخلي المقابل ما ينام. احنا ما عندنا في شيء جازم وخلاص،
هذا اللي دحشياني مو دستور، هذا بحوث قابلة للتغيير حسب التطور التكنولوجي اللي هو مسؤول عن التطور المجتمعي. موافقين؟ فإذا هسه صار نسبة كبيرة من التدريب هو سلوك. أنا من دا أحكي وياكم لازم أنت تتباوع على عقلي كل تفاصيل شكلي ما تهمك، لا اسمي ولا أنا منين ولا أنا مخلص، انساها انساها، لأنه وقت ماكو أخذ المعلومات اللي أنا دارس بها قبلك في مجال آخر وأنت عندك معلومات دارس بها أنا ما أعرفها في مجال آخر، سوي ميكس صرت أحسن مني، لأن أنا لازم أجي لمجالك حتى أعرف سويت حتى أصير مثلك، هيك يفهموها بهالطريقة. فأخذها وسوي ميكس، فيطوم هيك تدريب الأسلوب، حقيبة تدريبية يسووها شلون لا يختار الألوان والزوايا وين يحط اللوجو وشلون يسوي الأنيميشن وبدايتها شنو وسطها شنو نهايتها شنو، هاي كلها مختصرات موجود أي سيرش بسيط عن تي أو تي يطلع لك بالنت. أكو أسلوب اسمه ABCD لتحديد الأهداف، سنشوفه. هذني محاور صياغة الأهداف التدريبية، التصويت المتعدد، كيف تضع أهدافا تدريبية ومن النتائج المتوقعة إلى أهداف تدريبية، شلون تحصل على أهداف. هذني أكو أربع محاور مهمة إحنا راح يعني نأخذ العنوان ونفوت بها كتفصيل، اللي يحددون النتائج النهائية من التدريب. إحنا بين السطور حكينا شوية. أودينس الجمهور، أنت ويا من قاعد تحكي؟ مرة أنا تليفون أنطي ورشة أروح، يعني شغلتي مدرب حتى لو ما عندي عنوان أروح، صار لي هواية أدرب. مرات أتفاجئ في جامعة أو وزارة مهيئة فت 50 إلى 60 حاضر ولا أكو ربط بين أعمارهم واختصاصاتهم، يعني واحد ما لازم ورقة وقلم ولا بروفيسور، شلون تحكي؟ مرة دربت البنك جابوا لي موظف استوى متعين ومدير قسم صار له 10 سنين يشتغل ودا أحكي على مادة مصرفية، شلون أحكي؟ أحكي ويا مستوى العالي أو الناصي؟ ما يتحمل أبو العالي، ما يتحمل أبو الناصي، ما راح يكتب هو بالعالي، ما يتحمل الناس. تقدر ما تقدر، مادة شكل في اختلاف شكل. فأول شيء لازم الأودينس، أنت من تدرب لازم تعرف مستويات الجمهور. صحيح هو أكو قدرات عالية ممكن أنه أنت توصلها بحيث تقدر توازن، بس يعني ما نقدر نعول عليها دائما لأنه المجتمع متغير. فأنت إذا تريد تصير مدرب أو مدرس، هي المدرب أكثر لأن أنت مدرس محكوم، لازم تعرف ولمن حتحكي ويا من يا لفل، الفئات المستهدفة، هاي أول نقطة. ثانيا السلوك، يعني شنو ماذا أريد منهم أن يعرفوا بالنهاية، أنا عليش جاي، أنا شنو داري دا أوصلهم إياه بالنهاية، هاي لازم تعرفها لي قدام. هل أنت تريد تطلعهم مثلاً مسؤولين عن يرتبون فتقاعات، ينظمون مسيرات، ينظمون تجمعات معينة، شنو تريد من عندهم بالأخير يدرسون؟ هذه واحدة من أهم أهداف التدريب أيضاً. الكونديشنز اللي هي كيف سأعرفهم، فهموا سأعرف أنهم فهموا المعلومات، لو اكتسبوا المهارة شلون حمتحنهم؟ يعني أنا شلون حقدر أستنتج كمدرب أنه وراء ساعتين أو أسبوع أو شهر من التدريب شنو الطريقة اللي حقدر أعرف بها أنت عرفت المعلومات؟ هاي لازم يكون عندي أنا محضرها كمدرب، يعني هل هي امتحانات ورقية؟ هل هي ندوة مشاركة؟ أنطي واحد يجي بمكان يقعد؟ هاي لازم أيضا تحددها من البداية. ومدى الإتقان اللي أريده من الجمهور أن يخرج بها في نهاية المحاضرة، يعني الكواليتي اللي أنت جاي بها، هل هي مادة تتحمل أن تكون بها إبداع لو مجرد مادة منقولة؟ هاي واحدة من أهم أساسيات التدريب على عجالة. من أهم الأشياء اللي إحنا اتفقنا قبل شوي دي نحكي عليها هي الإلقاء. الإلقاء يعني شنو؟ أكو ناس تروح على الصوت، يعني الصوت عالي لو ناصي، علو الصوت يعني ارتفاع الصوت أو انخفاضه مهنيا أو هندسيا يسموه شدة الصوت، تمام؟ يعني أنا أقدر أحكي ناصي وأقدر أحكي عالي، شدة الصوت إلها علاقة بإيصال المعلومة ولا ما لها علاقة؟ 100% لها علاقة، ولهذا دائما اللي يوقف في مجتمع وصيح معلوماته قليلة والعكس صحيح. طيب أكو شيء لاخ اسمه تردد الصوت، شو فرق تردد الصوت عن شدة الصوت؟ الارتفاع والانخفاض شدة الصوت، التردد شنو؟ التون، النبرة. ممكن خارج الحروف، خارج الحروف ترددات يعني النغمات، يعني هل اني دا استخدم نغمات انت دا تفتهمها هاي نغمات جديه لو طبيعيه، لو نغمات قوه، لو نغمات ضعف، لو نغمات مشاعر حنيه مثلا، وكل نغمه لها تعبير. جمله واحده انطوها بعض المتدربين عادوها باكثر من تون انطت غير اثر،
وبنفس شدة الصوت، يعني لا علا ولا نصا. فهسه حنتفق انه انت بوحدة من اساليب الالقاء تهتم بتردد الصوت وشدة الصوت. من يتحكم بيهن؟ شو حتختارهن؟ عالي لو ناصي، ناعم لو خشن؟ لا، انت على شنو حتعتمد حتى تختارهن؟ تعتمد على الجمهور نوعيته، وتعتمد على المادة شنية. أنا إيش دا أنطي؟ إذا أنطي مادة بعلم الاجتماع يفرق عن أنطي مادة فيزياء، تمام؟ فإذا تعتمد على نوعية المتلقي وتعتمد على نوعية المادة. أنت تيجي تقراها بعقلك تقول هاي المادة تحتاج تردد هالقد وشدة هالقد، قابلة للتغيير أثناء المحاضرة، تعتمد على رد الفعل الموجود. فلازم يكون عندك مرونة أنه تعرف شلون تغير التردد وتعرف تغير الشدة بما يتلائم مع ردة الفعل مع الحاضرين. القاعة ايش كبرها؟ سماعة كلها ماكو، صدى كلها ماكو، واضح؟ تشويش برا كلها ماكو. هاي كلها تعمل المعامل إلى القاعة، لأنه أكو مدربين يضيع عليهم قيمتهم التدريبية، يعني مؤهلاتهم عالية، المادة اللي عندهم جيدة، عندهم طرق إيصال المعلومة، بس مو دقيق بهاي المعلومات. فشي يسوي؟ يروح يطب، يطي المحاضرة، يطلع يسوون فد استبيان، 70% يقولون احنا كل شيء ما افتهمنا وكل شيء ما استفادنا، فينظلم. ليش؟ لانه كان اكو صوت برا فهو ما منتبه، فده يحكي بنفس طريقته اللي حكي بيها من المحاضره مال البارحه اللي كان ما بيها صوت، ما تعامل انه يعلي او يلقي حل سريع، فلهذا انظلم. فلازم المدرب يكون منتبه للتفاصيل بحيث يعرف شنو المؤثرات السلبيه على الطريقه اللي ده يشتغل بيها وعلى المعلومات اللي يمتلكها، ولا ينظلم. ماشي. وفن الانتقال من نقطه الى اخرى، فن الانتقال كلش مهم، هذا صعب، يعني مو بسهوله واحد يحصله. فن الانتقال يعني انت شو، ليش صعب؟ انا ليش حكيت بالبدايه عن المخ والدماغ؟ احنا من اليوم يجي واحد يستفز واحد، يستفزه، من اللي يتاثر بالجسد والنفس؟ من اللي يتاثر بالاستفزاز؟ من اللي يتاثر؟ يا عضو ولا احنا اليوم بس حنكون دقيقين شويه حتى بعدين نتكمل عادي، بجاوب براحتك، ما راح اقول لا غلط ولا. النفس تتاثر، انتوا حفظوها بعدين نسوي سيرش، تمام؟ حفظوها انه هاي المصطلحات بعد الربط اللي وصلت لاني، وبعدين نسوي سيرش حتى نعدلها. فالنفس تتاثر بالاستفزاز، العقل هو مسيطر على النفس فياخذ قرار يسكت لا يرد. النفس تتأثر بالاستفزاز، والعقل مسيطر على النفس اعتمادا على البيانات اللي موجودة بالدماغ والمخ المعادلات، يأخذ قرار وراء الاستفزاز، يرد لو ما يرد حسب الموقف، حسب نوع الاستفزاز، حسب النفس وين واصله يا ليفل، وحسب البيانات الموجودة بالدماغ، وحسب معادلات العقل المخ وقرارات العقل. هاي كلها تعتمد على انه يرد لو ما يرد، واذا رد شلون يرد، واذا ما رد شي يسوي، وين ينعكس التأثير كل هذه. فانت اذا تريد توصل مرحله انه انت ده تشرح واكو واحد متعمد ان يستفزك كمدرب يضيع عليك المحاضره كلها اذا انت رحت وراه، فلازم يصير عندك شنو؟ مهاره. شوف هنا ما قلت خبره، يصير عندك مهاره الانتقال بين المواضيع، ومهاره تغيير موجه الاستفزاز الى موجه اخرى. شلون ما تبين عليك؟ لازم ما تبين عليك. عشان بدنا نلعب، يعني انت لما تجي وانت مدرس واقفين كلهم طلاب صغار بس تهم جايين، واحد من الطلاب جاي يريد يستفزك انت كمدرس ومتحدي الطلاب الباقين اللي برا، لا تخليه يحقق مراده، تمام؟ فاذا بين عليك والباقين ما يدرون، الطلاب الباقين ما يدرون، وانت من واحد بين عليك انه انت استفزيت، الباقين كلها كشفوك وضاعت عليهم المحاضره، شافوا يا اما انت تلكئت بالكلام، وجهك تغير شكله، ايدك رجفت، قمت ما تقدر تقعد، صار عندك اغلاط بالحروف، تبين عليك. فهذه تعتبر نقطه ضعف لكل مدرس، فلازم يسوي تريننج على عملية عدم الاستفزاز. طبعا هذا التريننج صعب، والوصول إليه يحتاج أنه أنت تطور المهارات العقلية المعرفية والمنطقية. كل ما تزيد تقرب ذني البازلز تحلهن، مهارات معرفية كبيرة، مهارات منطقية لغوية عالية، تبدي أنت تصير عندك سعة بالعقل يكبر، زين؟ فهو أكبر مادة ممكن أن تكبر العقل، يعني أي أفضل طريقة ممكن أن تكبر العقل هو التنوع بهاي المعلومات المعرفية والمنطقية. هيك تسوي flexibility، مو بس تقفل على جانب واحد يبقى العقل نفس حجمه.
يعني كقانون تعريفي لا يمكن أن يوسع الإنسان عقله بالمعلومات فقط. هيك اخذوها.